وللتعليق على تطورات المشهد العسكري والسياسي في سوريا ينضم إلينا صالح فاضل، متخصص في الشأن السوري عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد فاضل. حياكم الله وبياكم، يا مرحبا بكم. أهلا بك سيد فاضل. يعني كما تعلم، تطورات عسكرية تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في سوريا، استمرار لقصف الميليشيات الإيرانية من مسيرات مجهولة أيضا، وهناك أخبار عن تسليم لعين عيسى من قبل ميليشيا قسد للنظام في وقت أيضا تستمر الهجمات ضد المدنيين في إدلب. بداية، يعني كيف ترى تصاعد وتيرة هذا الحراك في سوريا قبيل انتهاء العام 2020؟ بالنسبة لمحور أو لبلدة عين عيسى، الاستراتيجية الواقعة على خط M4 الذي تم التوافق عليه بين الأطراف في أستانا، هذا الأمر أمر طبيعي وهو نتيجة من نتائج التوافقات بكل أسف، وهذا لا يحقق مصلحة الشعب السوري أو الثورة السورية، هذا أمر. أما بالنسبة قصف الدفاعات أو قصف القوات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية، فهذه الأمور صرح فيها وزير الدفاع الإسرائيلي، قال أن هدفنا هو إضعاف التموضع الإيراني مرات على استحياء، يقولون إخراج الإيرانيين في سوريا، لكن هو إضعاف التموضع الإيراني، بمعنى ذلك أن هذا يتوافق مع السياسة الأمريكية للتواجد الإيراني في سوريا، عندما قال أو طلب الأمريكان من الروس أن تنتقل إيران من الجنوب إلى مواقع أخرى في البادية، في البادية وفي شرق سوريا. حقيقة التواجد الإيراني في بادية حمص هذا دعم للوجود الإيراني وليس إضعاف له، لأن الطريق الذي يمول أو يمول حزب الله والنظام السوري والميليشيات الإيرانية هو يمر عبر البادية ودير الزور والحسكة، وبالتالي حقيقة إلى الآن هناك توافق أمريكي روسي إسرائيلي على الوجود الإيراني في سوريا، لكن مع تحديد نقاط التموضع الإيراني، ونعرف أن الإيرانيين متماهون أصلا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن الضربات الإسرائيلية ليست ضربات موجعة بكل ما في الكلمة من معنى، ودليلنا على ذلك أن من أخبر الإيرانيين قبل الهجوم الإسرائيلي وقاموا بإخلاء مواقعهم من عدة مناطق التي ضربت، تم إخلاء المواقع. الحقيقة هناك لعبة سياسية تريد أن تلعب بأذهان الشعب الإيراني والمغرر بهم في سوريا ولبنان وغيرهم من الميليشيات الشيعية، وكأن إيران دولة من دول الممانعة ضد إسرائيل، بينما هي دولة خادمة للمشروع الصهيوني في المنطقة. نعم، يعني هذا بالنسبة لإيران ووجودها في سوريا كما ذكرت. إذا عدنا إلى موضوع عين عيسى، كيف سيؤثر تسليم المدينة على تموضع الأطراف المتصارعة في سوريا؟ هل يعني لذلك أي تأثير يعني على المدى الطويل؟ لا، الحقيقة وإنما ينبئ عن توافقات، وهذا التوافق هو ليس بصالح الثورة في سوريا، لأنه هذا يصل طبعا الطريق بين الحسكة، يعني موضوع عين عيسى، من عين عيسى يعني محافظة الحسكة إلى محافظة حلب واللاذقية، وهذا طريق اقتصادي استراتيجي، إضافة على أنه طريق عسكري يمكن النظام المشلولة أيديه وأرجله، يمكنه قليلا من هذه المنطقة بالتعاون مع الروس المجرمين أيضا. فهذا الحقيقة كله من جراء توافقات أستانا التي لم يوافق عليها معظم الفعاليات السورية، وإنما أجبروا عليها إجبارا، وقام بها بعض المتخاذلين الذين تنازلوا عن ثوابت الثورة السورية، وهؤلاء يجب أن يجروا إلى محاكم الثورة السورية مستقبلا. أيضا إذا أردنا الذهاب لما يحدث في إدلب، يعني هناك استمرار لهجمات النظام وحلفائه على المدنيين في إدلب، والبالغ عددهم تقريبا 4 ملايين، ما الذي يريده النظام هناك؟ النظام يريد أن يثبت للرأي العام أو لحاضنته الشعبية في منطقة اللاذقية وغيرها على أنه ما زال موجودا، على أنه ما زال موجودا وعلى رأس الحكم، وبالتالي إدلب بالنسبة له تحدي كبير جدا،
هناك محاولات إن شاء الله ستبوء بالفشل لاسترجاع إدلب. وأنا أقول لكل الناس ويعرفها السياسيون أن كل الانسحابات السابقة سواء من حلب سواء من ريف إدلب كلها تتم عبر توافقات دولية وإقليمية، ولا يمكن لا للنظام ولا لروسيا دخول إدلب إلا عبر التوافقات، وهذا ما لا نتمناه، ولكن لشعبنا وثوارنا يجب أن تكون إيدهم على الزناد دائما وأبدا حتى لو في توافقات دولية أو إقليمية. من حقنا المقاومة حتى النصر أو الموت، لأن هذه المسائل لا يمكن أن تمر مرور الكرام. نحن آل الأسد وطائفته المجرمة، ولا أقول كل الطائفة لكن المشاركين معه هم من المجرمين، وبدعم إيراني وروسي إلا الحقيقة لا حل معهم إلا الحل العسكري. نحاول أو يحاول بعض البعض الحل السياسي، ولكن ثبت أن هذا النظام الحل معه عسكري، وقد قالها أحد أبرز أساس الأتراك دولة بهجلي حفظه الله عندما قال: لا الأمن القومي التركي ولا الأمن القومي السوري يتحقق إلا بأن نصل دمشق ونضع الإتوال في رأس بشار الأسد واعتقاله ومحاكمته. هذا هو الرأي السديد ولا رأي غيره. شكرا جزيلا لك صالح فاضل المتخصص في الشأن السوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.